نعم أهلا بك. منذ دقائق قليلة خرج الرئيس ماكرون بتصريح خلال اجتماعه في مع خلية الأزمة، تحدث بأن وسائل التواصل الاجتماعي شاركت في نشر بعض الفيديوهات المحرضة على العنف والتي كان يتداولها الشبان بشكل كبير خلال هذه الأيام، لذلك يريد يعني أن يسيطر على الوضع ويتدخل بشأن إيقاف تلك المقاطع أو إيقاف تلك يعني المواقع التي تنشر أو تحرض على العنف. تلك أبرز ما قاله الرئيس ماكرون خلال اجتماعه. بالنسبة للأرقام الأخيرة، تبين بأن هناك حوالي 500 مبنى حكومي يعني تم إحراقه في كامل أنحاء فرنسا، في منطقة باريس وضواحيها. تم الإعلان عن مبلغ 20 مليون يورو سوف يرصد يعني لإصلاح تلك المباني. أيضا الممتلكات العامة تعرضت يعني للأضرار كبيرة، هناك أكثر من 2000 سيارة تم إحراقها في البلاد. كما ترون خلفي هنا المتاجر أيضا تعرضت للتكسير والتخريب وأيضا يعني نهبها. في هنا نحن في باريس، في أحد أحياء باريس كان هناك حوالي 30 محل تجاري تعرضوا للنهب والتكسير، وهذا أحد تلك المتاجر. نعم بالنسبة للأضرار المادية أصبحت ثقيلة على ميزانية الدولة. طيب أيضا زينة، يعني وبحسب ما يسمح به الوقت، أنت تعلمي أنه الأمم المتحدة أو يعني كانت هناك دعوة أممية ورسالة تحدثت عن أنه هذه فرصة لمعالجة العنصرية بصفوف الأمن. ما خلفية هذه العنصرية ولماذا يعني تتزاحم أحداث مثل هذه على الساحة ويقتل فيها مواطنون فرنسيون من أصول يعني عربية أو غير عربية؟ يعني يبدو بأن هذه المسألة ليست حديثة، يعني هناك كانت حادثة مشابهة في 2005 وقتل فيها شابان أحدهما يبلغ من العمر أيضا 17 عاما، وأيضا يعني تحرك بسببها الشارع الفرنسي لمدة 3 أسابيع على أقل تقدير. اليوم عندما عادت تلك الحوادث أيضا استرجعت الذكريات بالنسبة لهؤلاء الشبان الذين يعتبرون بأن هذه الحادثة تستمر بشكل يومي معهم. عندما التقينا بالأمس بهم خلال المسيرة البيضاء يعني تحدثنا إلى الكثيرين منهم، قالوا لنا بأنهم يعانون بشكل يومي من الشرطة الفرنسية، لديهم البعض منهم طبعا لديهم معاملة عنصرية وربما معاملة عنيفة. لذلك اليوم هؤلاء الشبان ينتفضون في وجه يعني الأجهزة الأمنية في سلك الشرطة، لأنهم يعانون منذ زمن من هذه المسألة، وليست فقط تلك الحادثة التي حدثت منذ 3 أيام. طيب بسؤال أخير أيضا، واضح أنه يعني الإجراء الذي تتخذه الإدارة الفرنسية أو السلطة الفرنسية متعلق بحظر التجوال أو عدم التنقل، هل سوف يلتزم المواطن الفرنسي بذلك أم لا؟ في الواقع لا نستطيع أن نعلم بعد كيف سيكون رد فعل الشبان أو الشارع الفرنسي مع هذا الإجراء، لأن الغضب ما زال في أوجه. لذلك يعني الليلة ستكون حاسمة بالنسبة لنا لمعرفة مدى انضباط هؤلاء الشبان بالتعليمات الحكومية، لكن من المفترض يعني أن يصيعوا جميعا لتلك التعليمات، لأن سيكون الرد يعني صارم من قبل الحكومة في حال مخالفات طبعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.